ومعايا الأستاذ عدنان أبو حسنة، مستشار الإعلامي لمنظمة الأونر وام. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا. عندكم تضييق شديد في التمويل، انقطاع في التمويل من مجموعة من الدول، ومقدرش أسميه غير استهداف مباشر لمنظمة الأونروا للدور الكبير اللي بتقوم به في حماية ودعم الفلسطينيين من سنوات وسنوات. إزاي الوضع داخليا في منظمة الأونروا؟ نعم، بلا شك أن الوضع خطير للغاية. نتحدث عن 16 دولة، من بينها أهم 6 دول رئيسية مانحة للأونروا: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أيضا أستراليا وكندا. هذه دول مهمة في دعم الأونروا. لكن هناك بعض الدول أيضا مثل أيرلندا التي تبرعت بحوالي 20 مليون يورو بالأمس. أيضا الاتحاد الأوروبي تبرع بحوالي 50 مليون يورو. لكن مجموع هذه الدول، مجموع ما كان يجب أن تقدمه خلال الشهر الماضي، هو حوالي 455 مليون دولار. بإمكاننا أن نواصل تقديم الخدمات في شهر مارس الحالي وبعض الوقت في شهر أبريل، ولكن إذا لم يتم تجديد المنح مرة أخرى سنكون في مشكلة كبيرة، وقد نضطر إلى إيقاف العمليات ليس فقط في غزة ولكن في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية، لأنه قطع هذا التمويل هو ليس فقط عن عمليات غزة ولكن هو عن ميزانية الأونروا الرئيسية التي من خلالها نقدم الخدمات لحوالي 6 ملايين لاجئ. أستاذ عدنان أبو حسنة، مسؤول الأونروا في مصر أو المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، شكرا جزيلا لحضرتك.